سلمى محمود السعمي، كنت بكنبيت حنون، رئيس مجلس الإدارة لجمعية تطوير الأسرة الخيرية. بشتغل في المجال العام المجتمعي من تقريبا 17 سنة. بنحكي عن معاناة المرأة الفلسطينية في قطاع غزة في ظل الحصار. بنحكي عن واقع مرير، المرأة الفلسطينية بتعاني من الحصار استمر منذ سنوات، 6 سنوات وأكثر. أثر على حياتها الاجتماعية وحياتها الاقتصادية وحياتها السياسية، أدى إلى تفسخ النسيج الاجتماعي في قطاع غزة لدى الأسر الفلسطينية نتيجة الحصار والفقر والجوع اللي بمر فيها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، اللي بلغت نسبة الفقر تقريبا 90%، ونسبة البطالة أيضا تقارب 90% لدى الطرفين سواء سيدات أو رجال. السيدات اللي بقى عليها الهم الأكبر للأسرة هي أصبحت رب الأسرة، وجود رب الأسرة اللي هو الزوج أصبحت كمان المرأة هي رب الأسرة بالدرجة الأولى، هي اللي عليها أنها توفر لقمة العيش لأطفالها وأبنائها، عليها توفر لهم الفلوس اللي يروحوا على الجامعات للتعليم، على المرأة الفلسطينية توفر جميع مستلزمات البيت في ظل أن زوجها عاقل العمل ولا يستطيع الذهاب لقلة عدم وجود العمل في قطاع غزة في ظل وجود الحصار وفي ظل وجود الخوانق اللي بتأثر على الأسر الفلسطينية من قطاع التيار الكهربائي، من عدم وجود وقود، الأزمة مستمرة على الصعيد النواحي على كل النواحي الموجودة. أنا بطالب المجتمع الدولي إنها تنظر للمرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة نظرة، بديش أقول نظرة عطف، لا، المرأة الفلسطينية مرأة قوية، المرأة الفلسطينية في قطاع غزة عاشت في ظل حروب واجتياحات متكررة وحروب الحرب الأولى والثانية وظلت صامدة بالرغم هيك صامدة. إحنا بنستجيش من العالم هم شيء بس إنهم يقفوا جنبنا، لأن المرأة الفلسطينية بجد يعني عانت كثير وما زال الحصار يتزايد يوما بعد يوم، حصار يعني قضى على كل مناحي الحياة الفلسطينية، أدى إلى أن المرأة الفلسطينية خرجت لتعمل في كل شيء، عملت في إنها جمعت البلاستيك، عملت في جمع الحطب تبيعه عشان تجيب لولدها لقمة العيش، توفر لأبنائها لقمة العيش، اشتغلت في البيوت الناس وضعهم اقتصادي كويس، اضطرت انها تشتغل في البيوت عشان توفر لقمة العيش لابنائها، لجأت للمؤسسات الموجودة مؤسسات المجتمع المحلي انها توفر لها عمل لها او لابنائها او لزوجها. المرأة الفلسطينية عانت الكثير، فبقى ناشد المجتمع الدولي وناشد سيدات العالم كله، نساء العالم كله، ان ننظر للمرأة الفلسطينية خاصة في يوم 8 آذار اللي بيحتفل فيه كل نساء العالم احتفالات، يعني احنا بدناش نحكي ايش، بالمقابل ان المرأة الفلسطينية في يوم 8 آذار تهان من قبل الاحتلال، من قبل الحصار، من قبل المجتمع اللي هي موجودة فيه نتيجة الفقر، نتيجة الحصار. فأنا بناشد نساء العالم ان يقفن جنب المرأة الفلسطينية في هذا اليوم. شكراً.